يفضل عدد من المواطنين بمدينة زايو خاصة كبار السن ارتداء جلابيب الصوف للاحتماء من برودة الطقس خلال أيام الشتاء وفي الوقت الذي تعج فيه مختلف المحلات التجارية بسترات مختلفة ومعاطف عصرية فإن الكثيرين في زايو يفضلون الجلابيب التقليدية للحماية من برودة الطقس اقبال كبير في فصل الشتاء الجلابه ونلاحظ ملاحظه كبيره بان الشباب رجعوا كيلبسوا الجلابه التقليديه وفيها انواع جلابه تقليديه كاين اللي يبغي يلبسها نص كي اللي يبغي يلبسها جلابه كامله ولا اقبال كبير ولكن احمد احد التجار المتخصصين في بيع الجلابيب التقليديه يؤكد ان الاقبال على هذا النوع يزداد كلما حل موسم البرد الا ان هذه السنه وبفعل تداعيات جائحه كورونا اثرت سلبا على الطلب ولكن وركز على هذه الكلمه ان فتره جائحه كورونا اللي بالنسبه للسنه الماضيه في 2020 كان ركود كبير بالنسبه للجلابه التقليديه في فصل الشتاء وفي هذه السنه 2021 بدايه فصل الشتاء كاين اقبال ولكن ركود الماده يعني بمعنى الفلوس ناقصه بالنسبه للشاري يعني ما كاينش ونتمنى ونتمنى ان يرفع الله علينا هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيم وتعود المياه الى مجاريها وستكون الكلمه ان شاء الله في جلبة التقليديه في الفصول القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم وشكرا موقع زيو سيتي